مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات اي اس ال، دروس اللغه الانجليزيه اللي بتقدمها هاي جريس للكوميونتي الغير ناطقين باللغه العربيه كلغه اولى. واحنا بقى لنا فتره، يعني دي ثالث محاضره، بنركز شويه على الريدنج سكيلز، على الجرامر، على الفوكاب، على الستراكشر، على البرونسيشن. فبناخد كومبريهنشنز زي ما قلت لكم، احنا بنتدرج من الكومبريهنشن من الاليمنتري او البيجنر ليفل للانترميديت اللي بعد كده الادفانس. فالنهارده الكومبريهنشن بتاعت النهارده هتكون شويه ادفانس، او هي مش فيري ادفانس، اعتقد برضو هتبقى فيري ايزي وكويستشنز فيري ايزي وفيري دايركت. هي لونجر شويه، فيها ووردز اكتر شويه، لكن ما زلنا برضو نعتبر في الانترميديت ليفل، يعني لسه ما دخلناش في الادفانس ليفل. فخلونا نشوف النهارده ليكتشر نمبر 59 في السيزون، سكند سيزون، سيزون نمبر 2. اوكي، واحنا ما زلنا بنركز على الافري داي لايف حتى في اختيار الكومبريهنشن. الكومبريهنشن النهارده هنقراها زي ما احنا متعودين مرتين، وبعد كده هنحاول نشوف الكويستشنز. اوكي، بيكي واز فيزيتنج انت اغاثا ات هير هاوس ات ذا بيتش. It was a beautiful summer day. Bikki had built a giant sand castle that morning. Aunt Agatha took pictures of the castle to send to Bikki's parents. It was a great big sand castle. Later that morning, Bikki and Aunt Agatha went swimming in the ocean. اتفقنا ان لما الكلمه تبقى بادية بباول فالذا بتتكسر شويه في نطقها بتبقى the ocean. It was fun to jump with the waves. Then they went in the house and ate sandwiches and strawberries for lunch. Bikki wanted to play on the beach that afternoon. Aunt Agatha told her it was too hot to go outside without a hat on. Bikki didn't have a hat. Aunt Agatha told her not to worry. She could wear one of hers. Bikki tried on four hats. Tried on معناها جربت أو قاست. احنا هنقرا تاني بس just كده comments بقولها وانا ماشية. The pink one was really pretty, but it had a big bow in the back that was too long for Bikki. The green hat was too fancy for Bikki. She didn't like that hat at all. The blue hat was nice, but it had an ugly bird on it. Then Bikki saw a big brown hat with a yellow ribbon on it. That hat was made of straw. It was a perfect hat for the beach. It was too big for Bikki's head, but she didn't care. It was a great hat. Okay, let's read it once more. Bikki was visiting Aunt Agatha at her house at the beach. ليه قال was visiting؟ ليه ما قالش visited؟ لأن هو بيحكي على اللي حصل في اليوم ده. فده past continuous، يعني ماضي مستمر. يعني بيحكي عن حاجة كانت بتحصل مستمرة في الوقت ده، مش حاجة حصلت وانتهت وخلاص. هو بيحكي عن activity which took place over a period of time، يعني حصل activity خدت أو خد فترة من الزمن وهو بيحصل. عشان كده استخدمت حاجة اسمها past continuous، الماضي المستمر، الفيرب بلس اي ان جي. أنا بقول present continuous في الحالتين، مشترك بين present continuous و past continuous الجيرند اللي هو الفيرب بلس اي ان جي. لو هو present continuous فهياخد قبله فيرب تو بي في البريزنت ام او ازور، لكن لو باست كونتينوس هياخد باست فيرب تو بي في الباست اللي هي واز اور وير. طبعا بيكي دي سنجلر مفرد فهتاخد واز. يبقى واز فيزيتنج كانت بتزور في اليوم ده يعني انت اغاثا، وريفر بقى باترن انت عمتها ولا ماترن انت خالتها، هي طنط اغاثا ات هير هاوس في بيتها اللي هو ات ذا بيتش اللي موجود على البيتش على الشاطئ. It was a beautiful summer day، كان يوم صيفي جميل. بيكي had built a giant sand castle that morning. كانت بيكي، وليه قالها بقى هاد بيلت؟ ليه ما قالش بيلت؟ لان هو دلوقتي المورنينج خلاص خلص، هما دلوقتي في الافترنون، فبيقول لك انها كانت الصبح كانت بنت. فلما يبقى عندي حدثين في الباست واحد فيهم حصل قبل التاني، اللي بيحصل الاول القديم بحط في الباست بيرفكت الماضي التام اللي هو هاد بلس الباست بارتيسيبل، هاد والتصريف التالت ده اللي اقدم خالص، الاحدث منه شويه بتحط في الباست سيمبل. فبما اننا دلوقتي بنحكي عن حاجه بتحصل يعني حصلت من شويه قريبين، يبقى هستخدم الباست سيمبل. لكن بيحكي على اللي عملته بيكي الصبح، عشان كده استخدم الباست بيرفكت. اوكي، يعني هو بيحكي دلوقتي انها مثلا قاست عملت تراينج اون للهاتس، هي عملت ده دلوقتي، ده باست سيمبل. لكن بيحكي انها كانت بنت بيت كاسل الصبح من الرمل، حطه في الباست بيرفكت اللي هي هاد بلس الباست بارتيسيبل او التصريف الثاني بيلد برضه من الريجولار فيربز، الافعال الغير منتظمه اللي ما بتاخدش ايزي، بتتغير زي تيتش تات قلناها قبل كده في كلاس او كلاسين من فاتوا. يعني built a giant، giant يعني huge يعني very big، giant يعني عملاق، sand castle يعني قلعة رملية عملاقة، very huge very big that morning.
النهارده الصبح، بيحكي عن اللي حصل ده بقى الصبح، كانت عملت ده عشان كده حطه في الباس بيرفكت. انت اجاثا توك بيكتشرز، بعد ما هي بنت انت اجاثا اخذت صور، يبقى الحدث الاول انها بنت عشان كده اتحط في الايه، في الباس بيرفكت. احنا قلنا الحدث الاقدم لو اتنين اكشنز حصلوا في الباست، الاقدم منه الاولاني بيتحط في الباس بيرفكت الماضي التام، لو هاد والتصريف التالت. الاحدث منه شويه حط في الباست سمبل الماضي البسيط العادي من غير هاد ولا حاجه. عشان كده هي البنت بنت الاول السان كاسل، وبعد كده انت اجاثا اخذت صور، عشان كده انت اجاثا توك بيكتشرز، ما قلتش هاد تيكن، لان الهاد بيلت ده هو اللي حصل الاول انها بنت الاول، لكن اللي حصل بعد كده ان انت اجاثا توك بيكتشرز، عشان كده حطيت الاكشن الثاني في الايه، في الباست سمبل الماضي البسيط عادي، برضو تيك الريجولر فيرب تيك توك تيكن. Took pictures of the castle to send to Becky's parents. أخذت صور عشان تبعتها للبيرنتس بتوع بيكي، بابا وماما. It was a great big sand castle. كانت قلعة رملية، نشوف صورتها اهي، يعني ضخمة وعظيمة. Later بعد كده شوية after that that morning في نفس اليوم الصبح، Becky and Aunt Agatha went swimming، قعدوا يعوموا شوية in the ocean. برضو خدلتها went في الباص سيمبل، لأن خلاص احنا خدنا الحدث اللي حصل الأول اللي هو أقدم حاجة خالص حطيناه في الباص بيرفكت إنها بنت الجاينت sand castle. بعد كده انت اجاثا اخذت صور بعد كده عامه، فالاحداث اللي جايه كلها تبقى باست سمبل عادي. احنا بناخد اقدم واحد بس وبنحطه في الباست بيرفكت. وانا ام تيلينج ا ستوري ان ذا باست باخد اقدم اكشن، اقدم حدث حصل، واحط في الباست بيرفكت. اللي بعد كده كله ممكن احط في الباست سمبل عادي. فقال لي ذات مورنينج، بعد كده بيكي ان انت اجاثا وان سويمينج ان ذا ان ذا اوشن، راحوا عاموا في الاوشن. ات واز فان تو جامب وذ ويفز، كان ممتع قوي ان هم ينطوا كده مع الامواج. Then they went in the house، دخلوا البيت. When go in معناها يدخل، فwent in معناها دخل. Went in the house، كان ممكن يقول went into the house أحلى كمان، دخلوا جوه البيت. And ate sandwiches، أكلوا sandwiches and strawberries وفراولة for lunch، كوجبة غدا يعني. Becky wanted to play on the beach، كانت عايزة تلعب على البيتش that afternoon، بعد الظهر. لكن Aunt Agatha told her it was too hot to go، عارفين توتو؟ توتو معناها حاجة جامدة قوي لدرجة يتعذر معاها. The tea was too hot to drink. الشاي كان سخن جدا لدرجة يتعذر معها ان اشرب. The bag was too heavy to carry. الشنطة كانت تقيلة قوي لدرجة يتعذر معها ان اشيلها. هكذا it was too hot to go outside without a hat on. كان اليوم حر قوي لدرجة يتعذر معها ان احنا نخرج من غير الهات على راسنا يعني. Becky didn't have a hat. ما كانش معاها، ما كانتش عاملة حسابها. Aunt Agatha told her not to worry. لا ما تقلقيش. She could wear one of hers. قالت لها انها ممكن تلبس واحدة من بتوعها يعني. Becky tried on، قلنا try on معناها يقيس، to try on a blouse، to try on pants، to try on dress، يقيس، try يحاول، try on يقيس حاجة، يقيس هدوم. Becky tried on four hats، جربت أو قاست أربع برانيت يعني. The pink one was really pretty، البينك كانت جميلة بجد، but it had a big bow in the back، كان عندها bow كده نازل منها زي فيونكة طويلة قوي في ظهرها من ورا. That was too long for Becky، كانت طويلة قوي على Becky، Becky نفسها كلها صغيرة يعني. The green hat was too fancy for Becky. Fancy يعني حاجة imaginative، خيالية. كانت حاجة مش يعني حاجة مش طبيعية، very weird يعني، حاجة غريبة قوي. عشان كده she didn't like that hat at all. ما حبتش الهات دي خالص. At all. Completely. تماما. The blue hat was nice. البلو hat كانت nice. But it had an ugly bird. يعني كان عليها bird كده شكله ugly، مش حلو. Not beautiful. Ugly معناها بالعربي قبيح يعني، مش حلو عليها، فما عجبتهاش. Then Becky saw a big brown hat، شافت براون هات كبيرة لونها براون بني وذا يلو ريبون هناك، وكان عليها كده ريبون زي يعني شريط ستان أصفر. That hat was made of straw، كانت معمولة من القش، عارفين انتو البرانيت القش. It was a perfect hat for the beach، وعشان كده كانت تبقى أنسب حاجة للبيتش يعني، حلو تحمي من الشمس. It was too big for Becky's head، كانت كبيرة قوي على Becky's head، على راس بيكي. But she didn't care، مهمهاش بقى. It was a great hat، كانت هات جميلة عظيمة يعني. تعالوا نشوف الكويستشنز بقى. Answer the following questions. Where was Becky? Becky كانت فين بقى الـ story اللي احنا we are telling a story، كل اللي حصل كل الاكتيفيتيز دي كانت حصلت فين؟ At the store في المحل، at the beach والمفروض يبقى on the beach أدق، على الشاطئ، at school في المدرسة، at home. طبعا كل ده حصل على البيتش. She built a sand castle، يبقى على البيتش. She went swimming، يبقى على البيتش. Okay. She jumped over the waves، كل ده على البيتش. Number two. Who was Becky؟ وكمان احنا لو احنا متعودين نرجع لـ comprehension فهنلاقي اهي. Becky was visiting Aunt Agatha at her house at the beach. And it was a beautiful summer day. والإجابة كده احنا قلنا ان دايما معظم الكومبرينشن هنلاقي الإجابة دايركت. Copy and paste. Who was Becky visiting؟ كانت بتزور مين؟ Her grandparents، جد وتيتا. Her friends، صحابها. Her sister، أختها. ولا her Aunt Agatha،
طبعا دي متقالة very directly. Becky was visiting her aunt Agatha. يبقى the correct answer is number D, her aunt Agatha. Number 3. Why didn't Becky like the blue hat? ليه ما حبتش blue hat? It was too fancy. لا ده اتقال على green hat. It was new. ما تقالش ان في اي hat كانت new عشان كده ما عجبتهاش. وين contradictory قوي ان حاجة new ما تعجبهاش. شيء متناقض. It had an ugly bird on it. Yes, this is the correct answer. It was old. لا ما تقالش ان في حاجة old. هنرجع للblue hat اهي. The blue hat was nice but it had an ugly bird on it. So she didn't like it. يبقى the correct answer is number C. It had an ugly bird on it. كان عليها ugly bird. Number 4. Why didn't Becky want to wear the pink hat? ليه ما كانتش عايز تلبس البينك hat? The bow was too long. الفيونكة كانت طويلة. Yes, هي دي correct answer. It had a flower. كان فيها وردة. ما تقالش حاجة. It had a bird on it. لا دي اتقالت على البلو hat ان كان فيها ugly bird عشان كده she didn't like it. ولا it was dirty. ما كانتش نظيفة. It was not clean. طبعا the correct answer for the pink hat اهي. Becky tried on 4 hats. The pink one was really pretty. Very beautiful. Pretty معناها very beautiful. But it had a big bow in the back that was too long for Becky. كان عندها فيونكة كبيرة قوي في ورا. كانت كبيرة قوي على Becky. يبقى this is the correct answer. The bow was too long. 2 احنا قلنا 2 معناها يعني بشكل كبير قوي يتعذر معانا ان احنا نعمل الحاجة ده. Too long معناها طويلة قوي عليها. ما ينفعش تلبسها. Number 5. Why did Aunt Agatha want Becky to wear a hat? ليه كانت عايزاها تلبس هات أصلا؟ ونعيش القصة دي كلها وتجرب try on 4 hats وما تعجبهاش البلو ما يعجبهاش الجرين ليه؟ It was raining كانت بتمطر مش هنلبس هات لما تكون بتمطر احنا we can use an umbrella but we can't put on a hat it's gonna go wet it was too hot yes it was cold برضه بنلبس الهات بنلبس ice cap it was snowing برضه مش هنلبس الهات وهي snowing الهات اللي هي البورنيتا او الهات زي البورنيتا اللي هي المكسيكان هات دي ما بتتلبس غير في السمر يعني لما بتبقى too hot so it was too hot والانسر دايركت نطلعها من هنا Aunt Agatha told her نبدأ من Becky wanted to play on the beach that afternoon Aunt Agatha told her it was too hot to go outside without a hat on ينفعش تخرج بهات عشان it was too hot كان حر قوي عليها Number 6 Why did Becky like the brown hat? It was ugly طب وهي لو ugly يعني مش beautiful هتحبها ليه? It was perfect هي قالت انها perfect for the beach It was too big لو too big عليها مش هتقدر تحبها برضه It was cold هو قال انها كانت too big الحقيقة بس هي مش ده اللي خلاها عجبتها اهو يعني احنا لو رجعنا لل brown hat then Becky saw a big brown hat with a yellow ribbon on it the hat was made of straw it was a perfect hat for the beach عشان كده هي حبتها it was too big for Becky's head كانت كبيرة قوي على راسها لكن مش ده اللي خلاها حبتها but she didn't care هي ما اهتمتش بده لكن هي حبتها عشان it was a perfect choice for the beach كان اختيار حلو قوي للبيتش عشان it was made of straw معمولة من القش so number one where was Becky the correct answer is number B at the beach Number 2, who was Becky visiting? The correct answer is number D, her aunt Agatha. Number 3, why didn't Becky like the blue hat? The correct answer is number C, it had an ugly bird on it. Number 4, why didn't Becky want to wear the pink hat? The correct answer is number A, the bow was too long for her. Number 5, why did Aunt Agatha want Becky to wear a hat? Assassin. The correct answer is number B, it was too hot. Number 6, why did Becky like the brown hat? Number B, it was perfect. The correct answer is number P. Okay, I hope you like this type of comprehension. Thank you for watching. See you next week, inshallah. Bye bye.